اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. الاستاذ مساعد العصيمي والاستاذ احمد المصبيح مضيفا حلقه الليله. انضم معنا زميلنا عثمان القصبي المستشار الطبي لبرنامج كوره. مساء الخير عثمان. اهلا وسهلا وسهلا فيك. بس قبل ما اتكلم مع عثمان، ترى طلع الخبر صحيح، 8 مليار لتطوير الرياضه المدرسيه، واحنا الرياضه كلها على بعضها 2 مليار وشوي. موفقين. عثمان، ايش اللي عندك اليوم؟ اليوم احنا محضرين فقره عن برنامج وقائي من قبل معد من قبل الفيفا، اسمه فيفا 11 بلس. حنتكلم عنه يعني ان شاء الله بالتفصيل، عادين كذا تقرير بسيط اذا كان نشوفه اول. طيب خلونا نشوف التقرير. الشباب اللي عدوا زميلنا عثمان، شوف التقرير لو سمحتوا. تنقسم أسباب إصابات اللاعبين كرة القدم إلى سببين رئيسيين. المجموعة الأولى هي أسباب تتعلق باللاعب نفسه، من ضمنها وأهم سبب هو وجود إصابات سابقة. أسباب ثانية تتعلق بزيادة أو ضغط التمارين والمباريات، وجود كذلك خلل في النظام الغذائي للاعبين، وكذلك اضطرابات في النوم. عند بعض اللاعبين يوجد ارتخاء أو تمدد في بعض الأربطة، خصوصاً الركبة والكاحل. أحياناً الضغط النفسي أو الذهني والبدني للاعبين. نجي للمجموعة الأخرى من الأسباب اللي تتعلق الخارجية عن اللاعبين، وهي بالدرجة الأولى البيئة المحيطة فيهم. بالدرجة الأولى نتكلم عن أرضية الملاعب وجودتها، عن الأجهزة المستخدمة في التمارين أو أثناء اللعب، كذلك قلة أو عدم كفاءة برامج التأهيل في حال وجود إصابات، تزيد من نسبة تكرار هذه الإصابات. توزيع أنواع الإصابات حسب المنطقة في الجسم، حسب التقارير الحديثة للفيفا وجدوا أنه أكثر الإصابات انتشاراً هي الالتواء في مفصل الكاحل، تليها إصابات الفخذ من كدمات أو تمزق في العضلات، ثم بعد هذا يجي إصابات مفصل الركبة، أما تكون تمزق في الرباط الصليبي أو الظروف أو الظروف الهلالية. يأتي بعدها إصابات الساق، يتضمنها الكسور الإجهادية في مقدمة الساق، وكذلك مفصل القدم أو الكسور الإجهادية في القدم. آخر تقارير الفيفا لأسباب حدوث الإصابات، نذكر الأسباب الرئيسية، وهي إما تكون إصابات مباشرة عن طريق احتكاك مع لاعب آخر أو حتى بدون احتكاك، والسبب الرئيسي الآخر اللي هي الإصابات التراكمية أو نتيجة الإجهاد. منظمة الفيفا ممثلة بمركز الفيفا للتقييم والدراسات الطبية قام بعمل برنامج وقائي بسيط ومختصر، سماه بفيفا 11 بلس. هو عبارة عن برنامج إحمائي يناسب جميع اللاعبين من فوق سن 14 سنة، سواء كانوا هواة أو محترفين. هدف البرنامج يتركز على ثلاث محاور رئيسية أو تمارين رئيسية، هي تأهيل عضلات الجذع العميقة التي تشمل منطقة الظهر والحوض والبطن، التي لها دور رئيسي لتكوين قاعدة لحركة الأطراف السفلية والعلوية كمحور ارتكاز، وبالتالي تخفيف العبء على هذه الأطراف. المجموعة الثانية من التمارين هي التمارين التي تسمى التوافق العضلي العصبي، التي ترفع كفاءة أو حساسية دقة حركة المفاصل والعضلات المحيطة حولها، وهذا يؤدي لرفع المستوى المهاري للاعبين. المجموعة الأخيرة من التمارين هي التمارين المهارية الخاصة باللعبة، وكذلك تمارين القفز المتكرر التي لها دور كبير لتأهيل عمل العضلات في حالات تغيير السرعة أو التسارع المتكرر، وبالتالي تفادي إصابة هذه العضلات أو إجهادها. البرنامج عادة ما لا يزيد عن 20 دقيقة،
يكفي أداءه مرتين على الأقل بالأسبوع. وهناك منتخبات عالمية تبنت هذا البرنامج، على رأسها المنتخب الإسباني والمنتخب البرازيلي والألماني والياباني، وكذلك فرق أو أندية مشهورة أو رائدة عالميا كفريق البرشلونة وفريق فلامينغو البرازيل. أوكي عثمان، أولا أحب أشكر زميلي هاني العباد على يعني وقته اللي أعطانا التقرير الجميل، وهذا تواصل لعدد الأخصائيين السعوديين اللي إحنا قاعد نحاول برنامج كورة إنه إحنا نبينهم ونظهرهم. دائما إحنا نقول إنه في كفاءات سعودية بخبرات يعني دولية وشهادات عالمية موجودين، نحب إحنا نسلط عليهم الضوء إن شاء الله عشان نبينها يعني للمجتمع الرياضي. طبعا لما تقول انت شهادات عالميه يعني ايش؟ يعني انا احب ادقق في التفاصيل عشان الناس تعرف عثمان قاعد يتكلم عن مين. طبعا يعني مثل زميلنا هاني برضو خريج ماجستير من استراليا، حصل عليه في تخصص العظام والاصابات الرياضيه في العلاج الطبيعي. يعني هذا الأخ هاني أو زميلنا هاني أو سواء كان زميل ياسر الفريهيدي اللي طلعناه في أول مرة، أنت أغلب اللي تجيبهم عندهم شهادات خارج المملكة. طبعًا أنا طبعًا هذا ما يختزل الحق اللي خريجين يعني التعليم أو الجامعات السعودية أو التعليم المحلي، لكن إحنا دائمًا نحب نسوي يسمونه بنش ماركينج أو يعني مقارنة بالجامعات الدولية، لأنه إحنا للأسف عندنا حمى الرجل يعني الأجنبي إذا صار أشقر وعيونه خضر لو يقول لك نط مع الشباك نطيت. صحيح والله يعني أنا بترك لو قلنا نط مع الشباك نطينا عيونه خضر بترك لا صحيح والله يعني يجيك أشياء في العيادة صدقني يعني لو الوقت يسمح فتحنا لكم نكت يعني تصير علشان نروح إن الدكتور هذا أجنبي وقال لي كذا زامر الحي لا يطرق. نعم صحيح. البرنامج طبعا اللي تكلم عنه زميلنا هاني هو برنامج اسمه برنامج فيفا بلس او 11 بلس، هو احد البرامج اللي استحدثت من الفيفا بعد طبعا اصدرها اللي هي اللجنه الطبيه والابحاث في فيفا. عباره عن مجموعه تمارين معينه تتسوى 3 مرات في الاسبوع لمده 20 دقيقه، تعطى دائما للاعبين اللي عمرهم فوق ال 14 سنه، ما يحتوي على أي أجهزة، يعني ما يحتاج له إلا كرة وميدان. هذا البرنامج أثبت فعاليته أنه يعني يخفض من مستوى الإصابات للاعبين بدرجة كبيرة. طبعاً إيش أهمية مثل هذا البرامج؟ أهميتها أنه إحنا دائماً نقول في الطب الآن الترند أنه هو preventive medicine أو الطب الوقائي. زين؟ إذا أنا أقدر أنه أنا أحمي اللاعب حقي، خصوصاً إحنا نتكلم في عصر الاحتراف، اللاعب يأخذ يعني أجر مرتفع، وبالنسبة للنادي النوادي متجهة للخصخصة، هذا بالنسبة للاعب هذا استثمار. كل ما أنا أتجه إلى حماية اللاعب أقدر أنه أنا أحصل على إنتاجية أعلى للاعب. هذه التمارين اللي أنت تتكلم عنها اسمح لي أقاطعك، مفروض يسويها كل نادي الآن؟ المفروض أنها تتسوى طبعًا من خلال مدرب اللياقة. من خلال طبعًا أخصائي العلاج الطبيعي، خصوصًا إنه إحنا حنتكلم بعد شوي إنه لابد اللاعب بجود يمر خلال الموسم دائمًا الفترات يسمونها السكرينينج أو اللي هو الفحص، يعني إحنا نسوي لهم عبارة عن مجموعة فحوصات تبين لي إذا اللاعب هذا مثلًا على سبيل المثال سبق احنا طلعنا اصابه العضله الضامه، المدى الحركي حق مفصل الحوض، يعني لو انا بفتح مفصل الحوض له درجه معينه، اذا اقل عن المستوى هذا يعطيني بريدكشن او يعني تنبؤ انه اللاعب هذا ممكن يكون عرضه للاصابه، فاقوم انا اقول احط في تقريري اللاعب عنده مشكله في المدى الحركي، يا مدرب اللياقه ركز على التمارين المعينه. الحين انا مثلا لو اخذ اقول عثمان تعال معي ونروح المنتخب المملكه واقول لك سوي هالسكرينينج او الفحص اللي انت قلت عليه، تقدر تعلمني
لعيبة المنتخب واحد واحد، مين اللي سليم حاليا وله معرض لإصابة مستقبلا، ومين اللي سليم حاليا ومعرض للإصابة مستقبلا، ونوع طبعًا. الإصابة المتوقعة تقدر تسوي هالنوع من الفحص؟ طبعا هذا موجود، هذا يعني هذا اللي معمول فيه في كل مكان في العالم. والبرنامج برنامج فيفا يعني طبعا متاح للجميع، وهدفه اصلا حتى في التقرير كان في دول افريقيا سووا تجربه هم في افريقيا يعني دول فقيره. الهدف من البرنامج اللي احدثته فيفا هو انه يكون ابروتشبل للجميع، الجميع يقدر يسويه وما يحتاج لاي تكاليف. طبعا البرنامج يعني يتكون من ثلاث عناصر رئيسية: تمارين خاصة في تقوية البطن والجذع، وتمارين خاصة بال يعني بال يعني الحركات المهارية، والتمارين اللي احنا قد عرضناها قبل اللي هي لها علاقة بالجهاز العضلي العصبي اللي هي احنا نسميها البروبريسبشن او المستقبلات الحسية اللي تكون فيها قفز متكرر، استخدام الأسطح الغير ثابتة، وهذا لتنمية الحس يعني الإحساس العصبي داخل المفاصل. طيب ايش أهمية مثل هذا البرنامج؟ أهمية هذا البرنامج انه زي ما احنا قلنا يطبق بشكل سهل، وحسب علمي امس انا تلقيت اتصال من احد الزملاء في مستشفى الطب الرياضي، لان احنا نوهنا على البرنامج هذا في حساب تويتر البرنامج كوره، قال لي عثمان احنا لسه مبتع يعني كلفنا انا واحد من الزملاء ان احنا نحضر هذه الدوره، والان احنا نطبقها في الفئات السنيه في المنتخبات. قلت طيب هل يطبق في النوادي؟ قال لي لا. فهي جهود شخصية من شباب سعوديين الله يعطيهم العافية. احنا يعني لو ما ودوها للمنتخبات ثلاث سنين ما حد درى عنها يا حبيب. الكلام هو الآن اللاعب يعني تشوف لعيبة قاعد تنصاب وقاعد تبعد عن الملاعب يا أخي 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع راح تكون كفيلة في هالموضوع. نقطة مهمة أنا أحب أنوه لها هو أنه كل هذا البرنامج كيف تم انه يصير فيه ريجستري. دائما احنا نتكلم لابد يكون في قاعده بيانات لاصابات اللاعبين، قاعده البيانات هذه اخر السنه تجمع تحلل وش اهم الاصابات اللي صارت. مثلا والله عندي 50% من اللاعب تجاههم رباط صليبي، طب شو المشكله؟ هل المشكله في التمارين؟ هل تحلل وبعد كذا تبحث وينحط لها. تقدر انت الان لو اتصل عليك رئيس نادي او احد من اداره المنتخبات وقالوا يا عثمان جهزنا برنامج له علاقه بالوقايه وبيانات وقاعده البيانات والتمارين المقترحه والاشياء اللي زي هذه والفحوصات، تقدر انت تجهز هالنوع من البرامج؟ طبعا زي ما قلت لك بوجود البرنامج متاح وموجود الفيفا الجميع. انا عارف انا شخصيا انا اتكلم احد لو قال لك انت جهزنا اياها وحطها لك حاضرين موجود ابد. احنا دائما نقول من 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 منبر برنامج كوره احنا اي شيء له علاقه في تطوير الخدمات الرياضيه الطبيه الرياضيه لاي نادي سعودي يا اخي احنا انا اتبرع مجانا ابد. هذا يعني طبعا انا عضو في مجلس اداره الجمعيه السعوديه علاج طبيعي باقي لي سنه، الى الحين السنه هذه انا اشتغل ببلاش، السنه الجايه بفلوس. السنه الجايه بفلوس. عثمان احنا حاضرين ابد اي شيء يساعد في تطوير اي خدمه لها طبيه في العلاج الطبيعي في اي مجال من المجالات ابد انا موجود وحاضرين ويتواصلون معك. عثمان احنا شاكرين لك، عندك شيء المره الجايه ايش عندك؟ احنا محضرين اكثر من فقره ان شاء الله، يعني الفقره الجايه راح يكون معانا الاستشاري الطب الرياضي دكتور زياد الرئيس، حنتكلم عن اصابه الارتجاج الدماغي وجانا عليها يعني طلب وان شاء الله حتكون جاهزه. شاكرين لك عثمان، سعيدين بوجودك معنا في برنامج كوره، انت اضافه مهمه للبرنامج. مسؤولي الانديه المنتخبات شاب سعودي عنده شهادة أجنبية زي ما قال، وعنده قدرة وعنده الاستعداد إنه يدعمكم من الناحية الرياضية الطبية بلاش مو بفلوس. كل شيء يقولش ما في بلاش. يقول بلاش الرجل، يقول بلاش رجل متبرع. نجيبه بوجود يشهد. خلاص. أحمد بدأ يقاوله يقول أنا بفلوس. والله بلاش يعني ما حيكلفكم شيء وما له الموضوع. خصوصا يعني الميزانية فيها مشكلة. أنت اليوم تتكلم أنا حاضرين. يلا عثمان يقدم خدمة ببلاش. فاصل قصير. أحمد الشمراني يكتب عن اللاعب الأجنبي ودورة الخليج.